قال وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد جده كما تقدم، ورق عليه رقة شديدة، وكان يقدمه على أولاده. ذكرنا يا إخواننا أن جد النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره لما مات جده؟ 6 لأمه، 8 سنوات. كان عمره 8 سنوات. وأوصى جده من بعده لعمه أبي طالب، قال الواقدي قام أبو طالب من سنة 8، يعني من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة 10 من النبوة، السنة 10 من النبوة، يعني قال 43، يحوطه ويقوم بأمره ويذب عنه ويلطف به. طيب، من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات لحد يعني 43 سنة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جد عمه أبو طالب، كفلوا من عمره كم؟ 8 سنوات. لحد ما وصل عمره كم؟ 43 سنة. إذن أبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. وقال أبو محمد ابن قدامة وهو المقدسي صاحب كتاب المغني، كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بقر بها يعني بقلبه، لكن لم ينطق بالشهادة. وهنا يا أخواننا مسألة عقدية مهمة جدا، إن الدخول في الإسلام لا يكفي فيه مجرد الإيمان بالقلب. أنت لو مؤمن بقلبك بس وما نطقت بشهادة الإسلام أنت ما مسلم. عشان كده أبو طالب مع إقراره بقلبه كويس وتصريحه بما في قلبه صرح بها في أشعاره، ولكنه لم ينطق بالشهادة بلسانه، عشان كده أبو طالب ما مسلم. كثير من الشيعة عندهم أبو طالب مسلم، وقالوا إنه نطق بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم سرا، وهذا الكلام باطل زي ما حيجينا الأثر بعد شوية من صحيح البخاري. والشاهد هنا يا أخواننا إنه مع إقراره بقلبه بالنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما نطق باللسان، فما معتبر في شهادة الإسلام وليس بمسلم. قال وله أشعار منها ألا أبلغا عنا أو عني على ذات بيننا لؤيا وخصام لؤي بني كعب ألم يعلموا بأن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. فهنا شهد بأنه شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كموسى، رسول كموسى عليه السلام، خط في أول الكتب أي شهد على نبوته أهل الكتاب بما وجدوا في كتابهم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال ومنها تعلم خيار الناس أن محمدا
وزيرا لموسى والمسيح ابن مريم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا. شوف كلمات دي فيها توحيد، كمان كلمات فيها توحيد. قال فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، فإن طريق الحق ليس بمظلم. كان في كثير من الأبيات بيأمر قومه بالتوحيد عديل كده، لكن هو لنفسه ما استفاد، وهو لنفسه ما شهد الشهادة. في واحدة من القصائد بتاعته بيقول وما ذنب من يدعو إلى الله وحده. ده لما الناس من قريش قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه، قال لهم وما ذنب من يدعو إلى الله وحده، ودين قديم أهله غير خيبي، وما ظلم من يدعو إلى البر والتقى ورأب الثأي، يعني إصلاح ذات البين، ورأب الثأي في يوم لا حين مشعبي، يعني لما الناس يتفرتقوا دلق اللون البلم شملكم وبيصل الأرحام. فالكلمات دي كلها يا أخواننا بتدل على أنه هو في قلبه ده مؤمن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما نطق باللسان. ولذلك قال ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار. كان خايف من شنو هو؟ كان خايف إنه قريش تقول له أنت لو شهدت لمحمد بالنبوة إذن أنت بتسفه ما كان عليه آباؤه، لأنه آباؤه عبد المطلب ابن هاشم وهاشم ابن عبد مناف وليفوق ما كانوا على التوحيد. فقالوا لو أنت لو شهدت مع محمد إذن سفهت الآباء واعتبرت إنه أبواتك ديل ماتوا على الضلالة وعلى الشرك. دي اللي كان خايف منها، عشان كده قال في النونية فوالله لولا أن أجيء بسبة، يعني لو أنا آمنت معاك دي مسبة لأبواتي، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه، يعني محمدا لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. كويس. فقال ولما حضرته الوفاة، يعني حضرت أبا طالب الوفاة لما جاء عند الموت، قال دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، وأبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي سيد من سادات قريش، ده أبو جهل، ده اللي لقب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، وأصلا كنيته أبو الحكم المخزومي، كان قاعد معه. وعبد الله ابن أبي أمية، عبد الله ابن أبي أمية ده أسلم بعد ذاك، لكن الوقت ده كان مشرك، وده خال المؤمنين لأنه أخو هند بنت أبي أمية، ودي منه؟ دي أم سلمة، أم سلمة، هند بنت أبي أمية دي أم سلمة أم المؤمنين، وآخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنها أخوه. عشان كده عبد الله بن أمية ده ابن أبي أمية ده خال المؤمنين، زي معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين، وعبد الله بن عمر خال المؤمنين، وهكذا. طيب الاثنين ديل كانوا قاعدين معاه وكانوا صحبان له، لأنه ديل من سادات، ديل من سادات قريش، وأبو طالب كان من سادات قريش، والسيادة عند قريش قالوا كانت لأهل المال، يعني الزول اللي يكون عنده نسب في قريش وعنده مال،
لذلك قالوا لا ينبل الرجل في قريش إلا إذا كان تاجرا، إلا يكون ذو التاجر وعنده قروش. قالوا إلا اثنان أو اثنين بس، دل اللي كانوا سادات في قريش وما كان عندهم قروش. الأول أبو طالب، والثاني عتبة ابن ربيعة، وده برضو كان من سادات قريش. أما عتبة فكان صاحب رأي وكان رجلا عاقلا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جو في غزوة بدر وكان عتبة راكب له على جمل أحمر وكان من أسن القوم كبير في السن، وهو اللي أشار لقريش قال لهم يا أخي العير بتاعتكم دي أفلتت خلاص أرجعوا، ما في حاجة بتدخلكم في حرب مع محمد وأصحابه، أرجعوا قال لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، وما سمعوا كلامه إنما سمعوا طيش أبي جهل. أبو جهل قال لهم إحنا ما بنرجع حتى نرد بدرا وترقص لنا القيان وتعزف لنا ونشرب الخمور وتسمع بنا العرب. ذاك ما زول بتاع قشرة، شفته زول بتاع قشرة وخمة كده ودار يخم الناس بس، دار يعمل له موضوع ويعمل له شهرة، كويس. طيب فالاثنين ديل كانوا من سادات قريش وما عندهم قروش، لكن كانوا أصحاب رأي وأصحاب يعني فهم، والاثنين من الكفار اللي هم أبو طالب وابنه وعقبة ابن ربيعة. طيب الاثنين ديل هنا قدامنا أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية كانوا قاعدين مع أبي طالب عند الموت، فقال يا عم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لأنه أبو طالب ده مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مشكلة إلا الكلمة دي بس، ولا مشكلة واحدة ما عنده، كان بيدافع عنه ويحوطه، بل أولاده لما يجوا ينوموا أكان بيبدل النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من أولاده، يشيله من سريره ويرقد النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، عشان لو جاي أي زول يضر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب واحد من أولاده وما يضرب النبي عليه الصلاة والسلام. ورضي بالحصار زي ما حيجينا، حاصرون في شعب أبي طالب، وادي كبير بتاع أبي طالب، حاصروهم 3 سنين، 3 سنوات محاصرين جوا، لا لاقين ياكلوا، لا لاقين يشربوا، لا يتاجروا، لا يتزوجوا، من قريش محاصرين جوا. وأبو طالب كان صابر وجمع أولاده كلهم إنهم يصبروا على هذا الحصار دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف أبو طالب ما كان عنده مشكلة للكلمة دي، بس الكلمة دي النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عند الموت قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الاثنين صحبان القاعدين أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ وطبعا يا اخوانا الانسان لما يكون دائما كبير في السن ويكون يعني رجل عنده مكانه في قومه ويثير فيه النعره بتاعت القبيله ونعره الجاهليه، ولا تخلي دينها لك وتفارق دين ابواتك، وشوف دي في لحظه حرجه جدا، زي ما بيقولوا ناس الكوره ده ضربوه في الدقيقه 90 منا والموت. قالوا له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فلم يزل يرددها عليه وهما يرددان عليه. يقول له قل لا إله إلا الله، ديلك يقول له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ بنازع فيه منازعة. قال حتى كان آخر كلمة قالها
هو على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. لأنه كان إحسانه له كثير جدا. كويس؟ قال: فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ربنا نهاه عن الاستغفار لعمه أبي طالب. ويا أخواننا دي فيها درس بليغ جدا لنا. أول حاجة نعرف قيمة هذه الكلمة العظيمة، وإنه هي الفارق بين الجنة والنار. حققت الكلمة دي، لا إله إلا الله، دخلت الجنة. ما حققتها، دخلت النار. اثنين، إن هذه الكلمة ليس فيها مجاملة. الموضوع ده مجاملة ما فيه يا أخواننا. باقي لك لو فيه مجاملة، أبو طالب ده ما كان يجامل بعد دفاعه ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغني أذى من قريش حتى مات أبو طالب. ما في زول بيقدر يصله. وأبو طالب لما شاف العداء بتاعه كتب القصيدة بتاعت حجينا طويلة، والقصيدة عظيمة جدا. ابن كثير قال هي أفحل من المعلقات السبع. قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حلفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي. يعني وقف ضد قريش كلهم. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة بحربة وأبيض سيف عضب سنين من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي لما أولاده كلهم، وأمسكت من أثوابه أثواب البيت بالوصائل قياما معا كلنا، أنا وأولادي وأهلي بقينا واقفين حول البيت قياما معا مستقبلين ريتاجه المفتاح بتاع مقبض البيت، لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل، موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله نترك مكة ونزعا. نزعا يعني نمرق نفارق مكة نخليها لكم. كذبتم، قال لهم، وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا. نبزى يعني نغلب عليه حتى نطاعن دونه ونجادل ونسلمه حتى نصرع حوله نموت كلنا، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم يعني من شباب بني هاشم في الحديد إليكم نهوض الرواية دي الإبل تحت ذات الصلاصل، وحتى نرى ذا الضغن الحقود الحاقد علينا يركب ردعه يقع لأنفه فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل. يعني سيوفنا دي بتاكل ريسين الكبار منكم. لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل، شهورا وأياما وحبلا مجرما علينا، وتأتي حجة بعد قابل. قصيدة طويلة جدا 94 بيت كلها بدافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مع ده كله، مع ده كله ما في مجاملة وخش جهنم. بالله رأيك شنو في الكلام ده؟ ها يا ناس، التوحيد ده لعب ما فيه. أسا في ناس في البلد دي عمارهم الدار يقابلوا بالله، إنه الواحد حافظ له مدحتين ثلاثة بس، مدحتين ثلاثة حافظه وبيرقص بهم وبيغني ولافين دفاع عن النبي
صلى الله عليه وسلم ولا فيهن حماية له ولا موقف شجاع قدام ولا شيء. قصائد ذات شرك ولخبطة. ده أعماره كله داري قابل ربنا بعدين. والله ما تغش رقبتك. تقابل ربنا بغير توحيد أنت خسران. أمورك كلها بايظة. دار تدافع أكثر من ده أنت؟ دار تقول شعر أحسن من ده؟ المعلقات السبعة اللي كانت بتفتخر بها العرب ومعلقينها في بطن الكعبة جوا. ناس زهير وناس ناس عمرو وناس عنترة. أشعار قوية جدا. ابن كثير قال لك القصيدة دي أفحل من المعلقات السبع. أفحل منها. قال ولا يمكن أن تقال إلا لمن نسبت إليه وهو أبو طالب. مع ده كله جاء في الصحيحين أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبو طالب جلو قال له يا رسول الله ما أغنيت عن عمك أبي طالب عملت له شنو؟ قال إني أخرجته من النار من جوا يعني بالشفاعة إلى ضحضاح منها. ضحضاح ده يعني فوق في النار توضع له جمرتان تحت أخمص قدمه أو تحت قدمه. الأخمص ده الفرق التئي بتاعت الكراع دي خدت له جمرتين بس. قال يغلي منهما دماغه. دماغه فوق بيغلي مني من جمرتين. قال أحد السلف والحكمة في عذاب أبي طالب في قدميه أنه ثبت على دين قومه. والثبات ده بكون بشنو؟ بالرجلين. كرعين ثبت على دين قومه ديل بس الله عذبوا فيهم. ما كان يفك ينزح ويمشي لدين النبي صلى الله عليه وسلم ها أكان بيلقى الخير والنعمة. عشان كده يا أخواننا شوفوا موضوع لا إله إلا الله التوحيد ده ما فيه مجاملة. لو ما نظفته تمام بتلقى أمورك بعدين خربانة كلها. طيب وجاب بعدين برضو قصيدة لعلي بن أبي طالب يتكلم فيها عن أبيه بعد موته. وجاء أيضا في السير أنه لما مات جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمك الشيخ الضال قد هلك. لاحظ ده علي بن أبي طالب أبوه طوال قال له إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره. أمشي أدفن انتهى الموضوع. والله يا أخوانا التوحيد ده يفرق الناس ويميز القلوب ذاتها. شوف مع الكلام ده كله ما قال له والله يا عمي ده وعمي وكذا لا قال له اذهب فواره أمشي أدفن خلاص.